يقول: أوصى لقمان ابنه بالصلاة كما جاء في القرآن الكريم، هل فرضت الصلاة في ذلك الوقت أو ما المقصود بها هنا؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة مشروعة لجميع الأمم السابقة، وإن اختلفت في كيفيتها أو في أوقاتها لكنها مشروعة. فعيسى عليه السلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وإسماعيل عليه السلام يقول الله عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الصلاة مشروعة للأمم السابقة بلا شك، بنص القرآن والسنة، لأنها عبادة عظيمة، هي من أعظم العبادات وأجمعها لأنواع العبادات المختلفة، من عبادات قلبية وعبادات بدنية وعبادات مختلفة وفعلية، من ركوع وسجود وقيام وقعود، فهي عبادة عظيمة تشتمل على عبادات متنوعة.